السلام عليكم، انا مصطفى وانا عندي سؤال. هل تقدر تروح برنامج تلفزيوني من غير ما تكون حسن المظهر او يكون منظرك سيء في البرنامج؟ نفس الموضوع ده بيتطبق على الشركات، بيتطبق على شركة بيبسي، بيتطبق على اي شركة اعلانية، بيتطبق على شركة سامسونج او على اي حاجة. مثلا على سبيل المثال هنتكلم على شركة سامسونج في منتجها الاخير النوت 8. لو هنتكلم على النوت 8 فشركة سامسونج بتصرف فلوس بعد انتاج المنتج اللي هو التليفون الجديد بتاعها او الفلاجشيب بتاعها اللي هو النوت 8، بتبدأ تصرف فلوس على 3 حاجات. الثلاث حاجات دول هما حاجة افتراضية في كل الشركات. اول حاجة هي الاعلانات، بيصرفوا فلوس كتيرة جدا على الاعلانات، زي بيدوا فلوس لبعض البرامج التلفزيونية عشان يعرضوا، او بعض القنوات التلفزيونية عشان يعرضوا على المنتج بتاعهم، او بيدوا فلوس لبعض البرامج عشان يتكلموا عن المنتج بتاعهم. دي اول حاجة. وبرضو في نفس النقطة دي بيدوا فلوس برضو او بيدفعوا فلوس في حملات اعلانية على مواقع التواصل الاجتماعي زي الفيسبوك وتويتر ومواقع التواصل الاجتماعي برضو يوتيوب. تاني حاجة هو اعطاء فلوس لبعض الصحفيين عشان ينزلوا يسألوا الناس في الشارع على آرائهم في الهاتف او في الحاجة او المنتج اللي اصدرته الشركة دي. طيب حد دلوقتي يجي يقول ان الموضوع ده مش مكلف كتير، او موضوع الاعلانات برضو مش هيكلف كتير جدا، الا ما تعرفوش ان الشركات دي على الاقل متوسط دفعهم فلوس للاعلانات يعتبر $500,000 في السنة. $500,000 في السنة على الاعلانات بس، انت متخيل الموضوع؟ فالموضوع كبير جدا، مش ارقام بسيطة. تالت حاجة دلوقتي وهي السيرفري او الاستطلاعات. ناس كتير هتقول ان الاستطلاعات دي حاجة بتبقى حاجة نصابة او ما تبقاش حقيقية دايما، زي مثلا موقع زي انبوكس دولار ده بيديك دولار مثلا او $2 على كل استطلاع، ولكن هو موقع حقيقي، ولكن $2 او دولار حاجة قليلة جدا لان الاستطلاع فيه بيبقى صعب جدا. لكن في حاجات تانية او شركات تانية بتدفع الاف الدولارات في الاعلانات على التلفزيون واعلانات على الفيسبوك بشكل يومي وبشكل شهري، بتدفع عشرات الالاف الدولارات بمقابل انها تعرف رأيك انت. تخيل لو رأيك انت سهل انك تكتبه عن طريق استطلاع معين او عن طريق حاجات زي كده، فالموضوع بيبقى سهل جدا على الناس دي ان هم يحطوا بادجت كبيرة جدا في بعض المواقع المعينة اللي انا هتكلم عن واحد منهم النهاردة. فانها بتحط بادجت حلوة جدا للناس، مثلا ممكن يوصل ل$10 او $20 الاستطلاع الواحد، وده حاجة ممتازة جدا. فموضوع ان الاستطلاعات دي حاجة نصابة فانا مش متفق معاك في الموضوع ده. الاستطلاعات عمرها ما كانت نصابه، الاستطلاعات دايما هي بتبقى صعبه، دايما محتاجين منك الراي الصادق. طبعا لو في حاجه هتضر لبلدك او هتضر اي حاجه او هتديهم معلومات مهمه، طبعا انت على طول ما توافقش او ما تكملش. لكن لما تقرا السؤال صح وتفهم هو طالب منك ايه، هتعرف تحط الاجابه الصحيحه 100%. يعني مثلا لما شركه زي سامسونج تكلمك عن رايك في النوت 8 في موقع من مواقع الاستطلاعات وتكلمهم عن رايك بصدق وبامانه وبشكل صحيح، فساعتها هيدوك الفلوس بتاعت الاستطلاع بشكل يعني صحيح 100%، وهيجيلك استطلاعات تانية هيعرفوا ان الراجل ده صادق وهيديك استطلاعات تانية. غير كده مش هيجيلك استطلاعات والفلوس كمان ممكن ما تحسبش. خلينا نبطل رغي وعلى طول نخش في شرح النهارده. هاي اعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه. طيب خلينا نقعد نكمل مع بعض. الموقع اسمه انر سيرفري. الموقع ده ممتاز جدا يا جماعه في الدفع، فلوسه حلوه جدا جدا جدا، بيدفع اكتر من $7 أو $8 لكل سيرفري واحد او لكل استطلاع واحد. اول حاجه هنشوف مصداقيه الموقع، مع اني ما بثقش في سكام ادفايزرز ده، ولكن هنشوف المصداقيه. معلش النت عندنا بعافيه شويه الايام دي. تمام، زي ما انت شايف this very new site، زي ما انت شايف السايت ده 71%. تمام، very new site، وده حاجة ممتازة جدا يا جماعة. زي ما انتم شايفين 71% ده كويس جدا، وزي ما انت شايف هو very new site يعني جديد. تمام، فعلى طول كده هنبدأ على طول مع بعض ونعمل join now عشان نبدأ نسجل في الموقع. زي ما انتم شايفين هنا بتكتب اليوزر نيم بتاعك، وهنا الباسورد، وهنا بتكتب اسمك، وهنا اسمك التاني، وهنا بتكتب الايميل، وهنا بتعيد الباسورد مرة تانية اللي انت كتبته هنا، وبتعمل create my account، وعلى طول بيبقى عندك account في الموقع. بعد كده بتروح على login وبتعمل login على طول. زي ما انتم شايف بتكتب هنا اليوزر نيم والباسورد، على طول بيدخلك على الصفحه دي. زي ما انت شايف هنا الكومبليت سيرفري 9، كام فلوس معايا؟ $66. اقل مبلغ للسحب كام؟ هو اقل مبلغ للسحب هو $150 على ايه؟ على افضل طرق الدفع اللي انت تتخيلها، على بايونير، على بايبال، على ويسترن يونيون. تمام، زي ما انت شايف هنا عندك بايبال، بايونير، بايزا، ويسترن يونيون، بنك واير، وجيفت كارد. جيفت كارد زي امازون، زي اي حاجه انت عايزها. تمام، فطريقه كل الطرق متاحه زي ما انت شايف، وتختار الطرق اللي انت عايزها. تكتب هنا مثلا ويسترن يونيون، وتحط هنا اسمك، وتحط هنا الايميل. تمام،
فالموضوع بيبقى بسيط جدا يعني. لو ويسترن يونيون مش هينفع تكتب فيه ايميل فانت بتكتب الاسم فقط وبعد كده تطلب الصح، لكن هو هيبدا يفتح لك البيمنت ديتيلز والحاجات دي كلها لما توصل ل 150 دولار. طيب ازاي ممكن نوصل ل 150 دولار؟ لكل سيرفر واحد بتاخد 7 دولار او 8 دولار، فتخش على كلمه سيرفرز دي، فانت هنا بيقول لك انك لازم تدعو بعض الاصدقاء عشان طبعا الموقع هياخد ثقه يعني يثق فيك. تاني حاجه ان هو هيخلي قال يبلغ لصاحبه 10 دولار، وتالت حاجه انه هيديك مور سيرفرز يعني استطلاعات تانيه، ودي هي الحاجه البسيطه جدا اللي في الموقع ده او الحاجه الصعبه اللي في الموقع ده. تمام، ولكن ان شاء الله يعني الموضوع سهل يعني بالنسبه لكم. هم هتجيب بعض الناس بس 10 او 20 شخص او حتى 15 شخص بالكثير قوي يعني عشان يسجلوا وتتفتح لك مور سيرفري او استطلاعات تانيه. زي ما انت شايف هنا انا من 9 استطلاعات جبت 66 دولار، من 9 جبت 66 دولار، الموضوع كان سهل جدا وبسيط. تمام، هنا طبعا بتلاقي الريفرالز بتوعك، وهنا السبورت لو عايز تكلمهم، وهنا بريمير سيرفري ده مواقع تانية للسيرفري ممكن برضو انك تشتغل فيها، وهنا الداشبورد اللي بيفتح لك الصفحة دي، وده طبعا هو لينك الريفرال بتاعك اللي هتجيب من عليه الناس. هتلاقي اللينك ده اسفل الفيديو، حاول تسجل من عندي، ده طبعا ده عامل ايه اول حاجة. تاني حاجة ان هي هتخليني اقدر انزلك اثبات دفع للموقع، بما ان الموقع ده جديد فملوش اثبات دفع، ولكن زي ما احنا واثقين طبعا في سكام ادفايزرز ده، فان شاء الله يكون الموقع مش نصاب، واعتقد ان هو مش نصاب. زي ما انت شايف هنا بيديك 2 سنت على كل شخص بيسجل من خلالك، ولو الشخص ده يعني موجود قبل كده بيديك الرقم ده اللي هو 2 من 10 سنت. وهنا طبعا زي ما انت شايف بيجيب لك الناس اللي ضغطت على الرابط بتاعك، وهنا بيجيب لك الناس اللي زي ما انت شايف هنا الناس اللي انت دعيتهم، وهنا طبعا الفلوس بتاعتك، وهنا الحاجات اللي انت عملتها. وهنا طبعا نخش على ماي بروفايل هنا بسرعه، زي ما انت شايف هنا بتكتب هنا اسمك، وهنا هنا بتكتب اليوزر نيم، وهنا اسمك واسمك التاني، وهنا تحط رقمك، وهنا بتحط البلد، وهنا بتحط البلد بس. وده يعني كل حاجه في الموقع ده، موقع بسيط جدا يا جماعه، وان شاء الله تستفيدوا منه. ملحوظه بسيطه، لما تيجي تعمل السيرفري هيديك في الاخر يقول لك اعمل شير ل السيرفر بتاعك، اعمل شير للاستطلاع بتاعك، هتعمل شير في جوجل بلس او تعمل شير في تويتر او فيسبوك او اي حاجه، اي اكونت انت عايزه عشان يحسب لك الفلوس لازم تعمل شير. تمام، وبس كده، اتمنى يكون الشرح ده عجبكم، واتمنى لو عجبك الفيديو تعمل لايك، وما تنساش تعمل سبسكرايب القناه عشان نوصل ل 5000 مشترك. انا مصطفى، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلام عليكم.